تعالوا نروح للفن. في برنامج جميل، والبرنامج ده الحقيقة العام الماضي يعني قدم تجربة حلوة، لف محافظات مصر، ومن خلال يعني هذه اللفة لف محافظات مصر عشان إيه؟ البحث عن مواهب، أو إتاحة الفرصة للمواهب اللي موجودة بأن هي يعني تبقى تقدم مواهبها، وأن يكون في لجنة تحكيم تختار هذه المواهب ويبقى عندها فرصة أنها ترى النور، أنه نستفيد منهم، أنه يطلعوا مواهبهم، لأن بلدنا الحقيقة ولادة. وطبعا حاجة جميلة جدا، البرنامج اسمه برنامج الدوم، وبرنامج الدوم الحقيقة قام بهذه التجربة الرائعة، واللي أخرجت لينا وقدمت لينا عدد من المواهب الجميلة، سمعناهم في احتفالات وشفناهم في حاجات واحتضنتهم بشكل كبير جدا. ولأن البرنامج تجربته نجحت، ولأنه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ده هدف من أهدافها الحقيقة، إنها مش بس تقدم إعلام يقدر يعمل نوع من أنواع التنوير والخدمات للمشاهد والمستمع بشكل عام، ولكن كمان إنها تدي فرصة للمواطنين بالذات الشباب الموهوبة، وهي كمان تديهم فرصة وتروح لهم إلى المحافظات. ده اللي حصل، ومن اللحظات الأولى للبرنامج في الموسم الثاني، لأنه بدأ بالفعل الموسم الثاني أولى الحلقات، وطبعا بيذاع على قناة دي ام سي، وبدأ فعلا اكتشاف المواهب. والحقيقة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يعني بتقدم الموسم الثاني، وطبعا بيقدم الموسم الثاني الغناء والتمثيل والتقديم التلفزيوني، وإن شاء الله يكلل كمان الموسم الثاني بالنجاح زي ما حققوا الموسم الأول. خليني كده أروح مع يعني إحدى المتسابقات واللي كانت موجودة، وهي بقت نجمة بقى من النجوم الموسم الأول في برنامج الدوم، هند حسام. مساء الخير يا هند. مساء الورد. مساء الفل عليك يا هند. هند، أنت كنت عن أي فئة؟ أنا كنت متقدمة في فئة التمثيل. تمثيل. طيب، وكانت صعبة عليكي؟ يعني كانت المسابقات صعبة أنت من أي؟ أنت من القاهرة ولا من إحدى المحافظات؟ أنا من محافظة القاهرة. تمام. ولما قدمت عن طريق أستاذ خالد جلال، أنا في الدفعة الثالثة لأستاذ خالد جلال في الإبداع الأوبرا. لما رحت قدمت، هي كانت حاجة جديدة بالنسبة لي، تجربة جديدة. طبعا فكرة ان انا اتنقل في مكان غير بيتي واقعد في مكان مقفول عليا واني اتواجد مع ناس ما اعرفهاش، انام في نفس المكان، اتعامل، ناكل نفس الاكل، فكان الموضوع فيه ارتباط شخصي وعملي كمان. طب هي كانها ورشة كده فنية كبيرة، كانها انت بتروحي رحلة، والرحلة دي بتنفصلي فيها عن كل حاجة وتبقي انت بس في الرحلة دي. أنا شايفة صورك على الهواء بالقطتين بتوعك الحلوين، فقولي لي قولي لي يا هند، التجربة أثرت عليكي حاجات يعني خلت المشوار بقى يعني حطيتك على بداية الطريق؟ بصراحة هو أنا الحمد لله بفضل ونعمة، أنا درست أدب مسرح تمثيل وإخراج 2017 متخرجة، وعملت حاجات قبل البرنامج كتير. تمام. وطبعا البرنامج بصراحة قدم لي خبرة حلوة قوي. تمام. اول حاجه فكره الضغط النفسي، ان انا اكتشف في نفسي حاجات كموهبه جديده حلوه، يعني مثلا انا اكتشفت قد ايه بعرف اشتغل تحت ضغط، قد ايه بعرف اتعامل مع ممثل قدامي جديد يومين ونطلع. أيوة. عرض كواليتي بتاعته عاليه جدا وبروفيشنال. ايوه. وقد ايه من فتره للتانيه ممكن ما ننامش اصلا، ممكن ان انت لازم في الاخر يبقى شكلك حلو. فمن مرحله للثانيه للثالثه كل كومنت بيتقال من المدرب زي مبارك اللي كان بيدربنا على التمثيل، كل كومنت بيتقال انا بستفاد منه. كل حاجه وحشه بلاقيها بتسبب لي ضغط، بحس ان فيما بعد انا اتعلمت منها. ان انا ما ينفعش احط نفسي في ضغط. طب يعني بصي، انا عايزه اقول لك حاجه، انت يعني مجرد وصولك للبرنامج وانك حضرتي يعني كل المراحل، انت نجحتي اصلا واستفدتي وقعدتي. اولا انه كمان لجنه التحكيم يبقى قدامك نجم كبير بقيمه وقامه حسين فهمي،
شعورك طبعا كان عامل ازاي يعني وانت مش متخيله انك هتقفي وهم هيساعدوكي ويوجهوكي؟ ده شعور حلو جدا. جدا. انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، ان تاني مرحله لما كنا دي دراما انا اخدت بوزيتيف انرجي حلوه قوي من استاذه ليلى واستاذ أستاذة ليلى تامر علوي محسن. تمام، طبعا والمخرج ان تامر محسن. انا بكلمك في مخرج كبير زي استاذ طبعا تامر طبعا، وممثله وانا مبدعه شايفاكي زي اهو استاذه على ليلى. الشاشة، يعني واضح كنت بتعملي، ده كان مشهد كوميدي وواضح القطتين ده وفيونكا، مشهد ويعني لايت لايت تراجيدي يعني الاثنين مع بعض. وده كان استاذ هند صبري بصراحه اشاد البنيه وعجبتني جدا. واستاذ المخرج العظيم يسر نصر الله. اكيد. عموما يا هند، يعني انا متاكده ان انت ان شاء الله هنشوفك اكيد قريبا الحمد في لله اي عمل بجد من انا مبسوطه الاعمال. قوي بالتجربه دي واستفدت منها لأبعد ما تتخيلي. اكيد فالحمد لله ربنا دايما بيحطني في طرق بستفاد ان شاء منها. الله، وانت بقى عليكي الاجتهاد، تجتهدي وتكملي وتنوري ان شاء الله الشاشه في اعمال قادمه باذن الله. هند حسام، واحده من نجوم الموسم الاول من الدوم عن فئه التمثيل.